أهلا أعزائي المشاهدين، يسرني أن أستضيف إلى الاستوديو الأخت فادية بزي. الأخت فادية مش غريبة عن الجمهور، معروفة لأغلبنا بصوتها الجميل اللي وصل إلى كل الشرق الأوسط. أهلا وسهلا أخت فادية. Thank you. أهلا فيك أخ نزار. كتير مبسوطين أنك تكوني معنا لأول مرة على فكرة في هذا البرنامج. أول مرة، شكرا كتير على استضافتكم. ومع أنه في الماضي خدمنا مع بعض، لكن يمكن أول مرة على شاشة التلفزيون. مزبوط، أول مرة. الرب يباركك ويبارك خدمتك. يمكن للي ما بيعرفوك بيعرفوك يمكن من برا الصوت والشكل وجمال الصوت، لكن برضو أنت كشخص اختبرت المسيح، وهذا الاختبار كان مميز في حياتك وعمل شيء كبير في حياتك. فاللي ما بيعرف فادية بزي، ممكن تشاركينا شوي عن خلفيتك؟ أنا من لبنان، أساساً من لبنان، ربيت وعشت بلبنان لحد عمر 18. لحد عمر 14 أنا ربيت بخلفية غير مسيحية، ولكن كان عندي يعني احتياج، ما كنت أعرف أعبر عنه بالكلام، لكن كان عندي على طول احتياج أني أتقرب من الله. فعلى عمر 14 صار حصل معي مقابلة، بقدر أقول أنه ما غيرت كل مسار حياتي. أنا متزوجة، زوجي يكون الأسيس رائد حداد. عندنا اثنين beautiful kids، جاشوا وباسكال. أنت من لبنان وصار معك مقابلة، قلت أنت من خلفية غير مسيحية، بس تنتج أنك أنت كنت من خلفية إسلامية. نعم. لكن شو اللي خلاك تصلي لهذا الوضع ولهذه المقابلة اللي بتتكلم عنها؟ أنا ربيت عندي حب أتقرب من الله، لكن مثل ما كثيرين بيعرفوا الله بالإسلام مخيف، فكان عندي خوف ليل نهار، أنا خايفة منه، حب أتقرب فيه لكن عندي خوف منه. فكنت صوم، كنت صلي، كنت أعمل أي شيء بحاول أرضيه، لكن ما كان عندي شعور أنه الله راضي. فالله غضبان بمخيلتي، على طول الله غضبان، فعم حاول أرضيه بأي طريقة ممكنة، لكن ما كان عندي إحساس أنه الله راضي علي. حتى القرآن بيقول لي، يعني أنه بيقول لي، بيثبت لي أحاسيسي اللي أنا كنت عايشي فيها.